لي اهم الفنانين اللي انت شتحتي معاهم في العمل في 2013؟ كلهم يعني. انا بحب هاني رمزي جدا، لبلبة، حورية، حسن الرداد، كل اللي انا اشتغلت معاهم هايلين وبموت فيهم. اشتغلت مع هاني رمزي كتير، في كيمياء ما بينكم وحاسه بكده؟ لا، هي مرتين لو بالنسبه له، يمكن لا مرتين بالنسبه له، في ناس كتير كمان اشتغلت معاه. لا انا بحبه جدا، وانسان طيب على المستوى الشخصي، مثقف، فنان بجد يعني. ايه الادوار اللي انت نفسك تقدميها في 2014؟ 2014 نفسي اقدم اعمال كده حلوه تتشاف من الناس وانجح فيها وتنقلني نقله حلوه ل 2015. في شخصيه انت رسمها في دماغك انت نفسك تقدميها؟ بصي، ما فيش حد ما نفسوش يقدم حاجه مكلكعه كده ويعملها حلوه قوي ويقولوا عنه ممثل وفظيع ورهيب، بس يعني يا رب تجينا يعني، عارف اللي هو نفسي. بس يعني انت في مرحله مش ما بجيبش سيناريو بكتبه وبقول انا نفسي بايه، انا بستنى اللي يجي لي والحلو اختار منه. بس هنفكر بقى السنه دي في مساحه الدور ولا بالعكس؟ انا كنت بفكر بمساحه الدور، لو لقيتي ترجعي لاولي كانت مساحه الدور دايما كبيره. انا دلوقتي تفكيري اتغير، انا عايزه كواليتي مش كوانتيتي. لا بالعكس، عايزه نوعيه مش مساحه. كمان فريق العمل انت كمان هتشاركي معاه فيه؟ مش ضروري، ممكن يكون في ناس مش نجوم بس اقوياء بالتمثيل. مش نجوم. بصي، الفيلم فيلم، ان كان بصف اول ولا ان كان بصف رابع، فيلم هيؤرخ وهيفضل يتعرض، وممكن بتاع الصف الرابع كمان سنتين تقولي او الاول تقولي ده ما تشوفيه مره وما تشوفيهوش تاني، وممكن فيلم وجوه جديده عاملاه تفضلي تشوفيه العمر كله وتظهري له. فلا، ما بفكرش بالطريقه دي، ما يهمنيش. الفنانين اللي نفسك تتعاملي معاهم في 2014؟ هلا ان كان نفسي اتعامل مع ناس كتير، نفسي مثلا امثل قدام عادل امام مثلا، نفسي كل الناس الناجحه بحب اخد من نجاحها، بحب امثل جنبها كلهم يعني. اي حد ناجح جديد يكلمني اكيد احبها. بقى في خطه انت محضراها 2014 سواء سينما او دراما؟ الخطه اللي انا محضراها دلوقتي ما اقدرش اتكلم عنها بعيدا عن السينما والدراما دي، غير دي انا محضره حاجه ليا انا، هي مش سينما ولا دراما. لا لا لا، ان شاء الله في بروجرام هنشتغل عليه، بروجرام لذيذ يعني، مش مذيع عن تنشن او ده. هتعدى على الكارير بتاعكم. ايوه، ربنا يخليكي. ميرسي ليكي ونورتينا في اخبار اليوم، والف مبروك. ميرسي لاخبار اليوم. ميرسي. ومنورنا النهارده النجم الجميل منذر رايحنا معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا يا منذر. ربنا يحميكي وشكرا، وانتم منورين دايما. النهارده على التكريم من خلال جريده الموجز، وعايزين نعرف التكريم النهارده بيمثل لك ايه؟ يعني انا نفسي اقول شكرا على القائمين على التكريم، وان شاء الله ان اكون قد المسؤوليه دي ان شاء الله. 2013 اتعرض لك اكتر من عمل، عندك العقرب وفيلم طبعا الجرسونيرة. اكلمنا بقى عن الاعمال الجميلة دي. يعني هي تجارب فنية استفدت منها قوي، حابب اشكر اللي كانوا قائمين عليها، وحابب اقول لهم شكرا، وان شاء الله تكون اعمال كده يعني لطيفة يا رب. معاك بالجرسونيرة، وكلمني عن الفيلم، وكان استعداداتك ازاي للشخصية اللي انت قدمتها من خلال فيلم جرسونيرة؟ هو يعني هي الشخصية صعبة، هم ثلاث ممثلين في لوكيشن واحد، فده في حد ذاته صعب جدا وممتع جدا. ازاي تقدمي شخصية؟ مفيش، اتفضلي يعني. فالاستعداد كان للكاركتر ده من نوع خاص وتجربة خاصة، وإن شاء الله أنا لسه هستنى ردود أفعال الجمهور إن شاء الله خير. كلمنا عن التعاون مع الفنانة غادة عبد الرازق ونضال الشافعي. من أحلى الجروب اللي تعاملت معاهم،
وكنا مبسوطين جدا، وكان في خوف متبادل، حتى كنا نشتغل على الايقاع، ايقاع الممثلين مع بعض، احنا الثلاثه ما فيش حد تاني. ما خفتش من التعامل مع المخرج هاني جرجس فوزي؟ دايما بتخاف ان هو عشان دايما بيحط مشاهد يعني ايه جريئه في افلامه. لا ما خفتش خالص، ما خفتش. انت حاصل نفسك في دور الفيلن، دايما بتقدم اشخاص شريره، انت بعد كده برضه هتخليك يعني سير على هذا النهج ان انت تقدم شخصيات شريره؟ حاسس ان دي قريبه جدا ليك، هي دي اللي علمت مع الناس فحبوك من خلالها؟ لا ان شاء الله التجربه الجايه مش شرير شويه. يعني ان شاء الله في شويه خير. لا هو في شخصيات بحسها وبلمسها، يعني في شخصيات ما اعرفش، اول ما احس انه الكاركتر ده لازم بيمسني هشتغل على الموضوع. نتكلم على مسلسل عقرب، ودي كانت اول بطوله مطلقه ليك، هل انت خلاص بعد كده هتفكر الفتره الجايه ان انت تقدم بطوله مطلقه بس، ولا انت ممكن ترجع تفكر ان انت تقدم بطوله جماعيه؟ هو حسب الورق، بس اللي موجود او اللي انا حابه دلوقتي البطوله الجماعيه. عايزين برضه يعني تعرفنا كده اي حاجه عن الجديد بتاعك. يعني هم لسه ما مضيتش. هو ان شاء الله الاسبوع ده هتبان كل الدنيا معي ان شاء الله. اتمنى ايه في 2014؟ ربنا يحمي البلد ويحميها ويحمي وطننا ويحمي الوطن العربي كله. دي امنيتي بشكل عام، اللي الامنيه دي لو اتحققت كل حاجه هتمشي. ليك ونورتنا في اخبار اليوم ومزيد من النجاحات والتالق. شكرا ليك، ربنا يحميك. الفنانه الجميله اللي منورانا النهارده في بوابه اخبار اليوم الفنانه مادلين طابا. الله يخليكي، ده اخبار اليوم ليها افضل علينا، كل سنه وانتم طيبين. بنقول لك كل سنه طيبه بمناسبه عام 2014، وعايزين بقى تكلمنا عن تجربك الجميله في عام 2013. 2013 كانت جزئين، الجزء الأولاني كان جزء مأساة وبؤس وكنا في حالة إحباط عام، و2013 الجزء الثاني فرحة وانتصار واستقرار إن شاء الله وعودة أمل وبناء أمة عظيمة، نهضة أمة عظيمة. أنا كان حظي أفضل من حظ زملائي، السنة اللي فاتت عملت 4 مسلسلات تقريبا ما بين إذاعة وتلفزيون. تلفزيون ابتديت بأهل الهوى، ودوت كان عاملة فيه دور شاعرة مستشعرة، يعني حاجة حلمنتيشي بس هي فاكرة نفسها ان هي شاعرة، اسمها ذات ملك، وكانت تيجي تقول انا هقول قصيدة اذا ممكن تسمعوني. عندما كنت في جنيفو والاطفال يلعبون والكبار يسهرون، كنت هناك. ها ايه رأيك في القصيدة دي؟ هو ده نفس الاحساس اللي كان عايزه استاذ عمر عبد العزيز، اللي تقول حاجه هايفه جدا بمنتهى المصداقيه وبجديه، يعني انت مستنيه تسمعي حاجه وبعدين ايه رايك في القصيده دي؟ مفيش قصيده. فكانت شخصيه جديده عليا قوي، وكوميدي دمها خفيف في اهل الهوى مع محفوظ عبد الرحمن نصا، فاروق الفيشاوي بطوله، واخراجا عمر عبد العزيز لقطاع الانتاج. قطاع الانتاج برضك قدمني في عمل مودرن، كنت في عارضه ازياء وصاحبة أتولي ومهمومة ببنات أختها اللي ماتت، اللي كانت متجوزة من مصطفى فهمي سعادة السفير وبوسي لضياء فهمي، وقطاع الإنتاج بذل فيه جهد كبير إنه يطلع updated modern. التالت كان طير يا طيارة. التالت كان مسلسل إيكو. كان حبيبي صاروخ الكوميديا، ده كان مع هنيدي بقى، وهنيدي بينضح كوميديا ما شاء الله، وكنت عاملة كليوباترا في حلقة كليوباترا، وحريم السلطان عاملة السلطانة الأم، وعملت مع فريد محرز بردك حلقة كده بس ما نزلش لأسد فولاتكار، ومسلسل إذاعي خد جوائز، حصد جوائز كل مهرجانات الإذاعة. ده رائع ليسر الجندي، اسمه الصندوق الاسود مع احمد السعداني ورندا البحيري، مجموعه كبيره من عتاوله الاذاعه، وكل سنه عندي عمل اذاعي وكل سنه ربنا بيكرمني باخد جايزه عليه. جدا جدا في ناس كتيره في رمضان، سواقين التاكس والناس اللي قاعدين تحت السلم والناس اللي ما عندهمش تلفزيون بيتسلوا بالاعمال الاذاعيه. انت بقى يعني بتحضري ايه الفتره الجايه؟ احلى حاجه حصلت لي ب 2014، لسه بنقول السلام عليكم، لسه ما ابتديناش، تك تك تك، ايوه انا رفيق حجار. مين رفيق حجار؟ رفيق حجار اللي اكتشفني
شوفي بقى، كان عندي 18 سنة يعني من كام سنة كده بالظبط، وكنت صحفية وبتلميذة في كلية الإعلام ومذيعة، ومليش في سكة التمثيل. جابني في فيلم اسمه الانفجار مع أبطال الشاشة اللبنانية وقتها، وابتديت بقيت ممثلة. جاني دلوقتي وعنده فيلم مصري لبناني، ف 2014 هتبقى مصري لبناني. عايزين نعرف حبة تفاصيل كده عن الفيلم. الفيلم أحداثه اجتماعية، في قصة حب لاف ستوري، وأنا حكون بشتغل في لبنان وشخصيتي لبنانية، ورفيق بيعمل كاست عالي عالي جدا، بس يعني هو متكتمين على الموضوع لغاية ما يشوف النور. انت بقى حضرتك ايه الشخصية اللي لسه ما عملتيهاش ونفسك تعمليها؟ أنا بحب الكوميدي، نفسي أشتغل كوميدي، بحب الكوميدي قوي. بالنسبة للسينما، مش حطولي علينا في السينما قريب؟ محدش مننا بيحط بلان، لكن لو قلتي لي امنياتك هقول لك امنياتي السينما، يعني اعمل مسلسل واحد السنه دي ويبقى تركيزي سينما. اخر فيلمين عملتهم فيلم ضيفه شرف في فيلم بارتيتا، كندا علوش وعمرو يوسف واحمد صفوت ومجموعه شباب واحمد السعداني، كان لشريف مندور ولشركه وائل عبد الله ولؤي عبد الله، دول حبايبي واهلي شركه اوسكار، اتمنى انه التجربه تعاد. وفيلم اسمه ريكلام، لكن مع الميجا ستار حبيبتي غادة، لكن ظروف الأوضاع الأمنية خلت الناس يعني محدش نزل كما يجب لمشاهدة هذه الأفلام، فأتمنى مع الاستقرار اللي ابتدينا نحس بيه يجيني فرص سينما حقيقية ومش تجارية، لأنه يعني للأسف الأفلام اللي شفناها في العيد يعني شيء يكسف، عيب يعني، مش ده المستوى اللي احنا عايزينه. وانا ما بلومش حد يعني، لاني انا نفسي حتى جربت كده من سنتين تجربه شعبيه لكن ما حبيتهاش ابدا، بس انه تبقى في عندك تلوينه فيلم اتنين تلاته اوكي، بس مش يبقى هو ده الموجود، بس هو ده اللي احنا بنرفضه. ينتبر بتلاقي الكيمياء بتاعتها مع مين من الفنانين؟ الكيمياء بلاقيها مع ناس كتيره. انا الوسط الفني بيحبني، واللي اشتغلت معاهم كلهم اصحابي، وده دليل انه بخرج عمرك ما تسمعي انه عملت مشكله، ضربت فلان، فلان ضربني، عملت، ما تسمعيش خالص عن ده. انا بحب الناس وبحترم نفسي جدا وحط حدود للتعامل مع الاخرين، فلا ما عنديش مشكله يعني، لا بحب كل الوسط الفني، اهلا بيه. بتمنى لك النجاح والتجدد والتالق دائما، تحفه الورده تحفه. ونورتينا النهارده في اخبار اليوم. اخبار اليوم كان ليكي فضل عليا دايما، خليكي معايا في المسيره اللي جايه بعد 2014، بعد ما مصر يا رب تستقر والدنيا تحلو.